الله خير الشاهدين. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. عقبالك عمي طلال، إن شاء الله بتفرح فيه يا أبو طلال. إن شاء الله يا شحادة بالرفاه والبنين. تسلم معلم رمزي، عقبال ولادك. علي الحلال يا جماعة الخير ما بيعرفان شو بدي أقول، بس يعني حاسس حالي هيك كأني ولدت من جديد، والفرحة والله العظيم مو سايعتني. عمي أبو طلال، نحن هلا صرنا أهل، وأمينة ما تحكي الهمة، والله العظيم لحطها فوق راسي طوال العمر. خير غير على شو كل هالدلال؟ لا الله يسامحك يا عزو، يعني انا بتقلي هالحكي طول عمري بدللك. يعني ما بدك شيء؟ لا. ايه الله يرضى عليكي، بس بدي طلب صغير. تخبر الله العظيم ما في شيء ببلاش؟ اللي عم تقلي هالحكي الله يسامحك، بسامحتك انا. طب شو بدك؟ بدي هيك نعمل جمعة صغيرة للنسوان بمناسبة جوازة أمينة على شحادة. لك شو استغنتي؟ ما عادي تتهدي؟ كل يوم هن استقبال، ولك كل استقبال عم يكلب بقرة جحي. بعدين آخر استقبال تقاتلتي أنت وأم عبد الله. أكل شي وإله شي؟ يعني هاي شي وهي شي؟ معقولة بنته لأبو طلال تتجوز وما نعمل على شرف جوازتهم يعني استقبال؟ والله ما حلوة، ما حلوة بحقك أبو بس. لا والله حلوة 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 كتير. إذا أبو طلال بذات نفسه ما له مسرور من هالجوازة، نحن نروح نطبل ونزمر نزعله. هلا مشان هيك ما بدك تعمل العزيمة ولا مشان ما تفت عملة؟ مو على أساس صرت كريم وعين الله عليك؟ أنا كريم بس مالي ملاقي كنز وكب مصاري هون وهون على طريقتك. بكرة بموت على المتليك ولك مشحد. عزو دافنينه سوا، اللي مخبيه من ايام شبابك اذا بتقرر تاكل منه بتموت لا سمح الله، يعني بعد عمر طويل وما بيخلص. ولك يا ريتني متت قبل ما صرت كريم، يا ريتني متت لاخلص منك. الله يسامحك. الله لا يسامحني اذا كنت ظالمك. تصبحي على خير. ايه بس بدي اسالك عزو. نعم. شو قلت؟ بشو؟ لك بالاستقبال. ما حلوة بعد ما رجعت كل أهل الحارة يشهدوا بكرمك يرجع يقولوا حل القرش بعينه ورجع بخيل.